لنقاش ملف الحرب في السودان وتداعياتها ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي السوداني الدكتور عبد الرحمن الخالدي. حياكم الله دكتور عبد الرحمن، وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله دكتور عبد الرحمن. رغم سريان الهدنة في السودان إلا أن الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع مستمرة هناك. برأيك لماذا يرفض الطرفان الالتزام بهذه الهدنة؟ بالأول أن كل عام وأنتم بخير، والتهاني موصولة لجميع المسلمين في بقاع الأرض بمناسبة عيد الفطر المبارك إلى مشاهدي فريق قناة الرافدين. في الحقيقة يعني مؤسف جدا هذا الذي حدث في السودان، وكان من رابع المستحيلات أن يحدث مثل هذا لما عرفناه ولمسناه من يعني السلمية والمسالمة لدى الشعب السوداني. لكن أن بهذا المستوى أن يبدر من المكون العسكري في وكان القوات المسلحة التي يقودها الفريق البرهان أو قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان حمدتي بهذه الطريقة وبأسلوب هذا كسر العظم وحياة أو موت، يعني هذا مؤشر خطير جدا لزوال الدولة ول يعني كثير من الأبرياء فقط، يعني الأخبار كارثية يعني أكثر مما يظهر في الإعلام. فنسأل الله أن يحسن هذه الدماء، وواحد من أسباب يعني أسباب هذا الاقتتال هو الكبرياء لدى الفريقين، إنه كل فيهم يرى في نفسه هو أحق، وصراع مرتبط بالنفوذ والثروة وبالذهب، ويعني في مخجل صراحة يتجنى السودانيين أن يحدث مثل هذا لشعبنا السوداني ولبلادنا الجميلة. طيب برأيك دكتور عبد الرحمن، هل فات الأوان على تنفيذ أي هدنة؟ هل باتت الأمور يعني خارج نطاق السيطرة؟ في اعتقادي ما دام يعني هنالك ما زالت يعني هنالك فرصة يعني نتيجة لطبيعة الصراع نفسه، والآن هذا الصراع يحتدم في الخرطوم وفي بعض المدن الكبيرة مثل مدينة الأبيض في شمال كردستان، صراع بوتيرة يومية منذ أن انفجر هذا الاقتتال يوم السبت. لا مناص من أن يكون في حل تفاوضي أو حل سياسي، لأن الوضعية الآن على الأرض كثير من الأخبار المنتشرة الغير صحيحة، كل يتحدث يكذب على هواه. طبيعة النمط العمل لدى قوات الدعم السريع هي معركة لاتساع الدخول لمدينة لموقع وضرب كثافة من النيران، تراجع الجيش يستولون على الموقع يأخذون صور، ثم الآن هذا ما يعرف بالشعبوية أو الخطر الداهم. ليس من قناة رسمية أو قناة إعلامية أي جندي أو مقاتل في الدعم السريع ينشر فيديو على شبكة التواصل الاجتماعي وينتشر الفيديو كما ينتشر النار، ينتشر النار في الحشيم. طيب بنفس الأسلوب أفراد القوات المسلحة، ولا بد ان يتدخل المجتمع الدولي لانقاذ المجتمع السوداني. هنالك كثير من الادوات وهنالك كثير من الدول الاقليميه المؤثره تستطيع ان تفرض رؤيه التفاوض والنقاش لدى الطرفين. مثل ماذا هذه الادوات؟ يعني مثل مثلا العقوبات الامريكيه على طرفي النزاع، او على يعني لو تحدد لنا ما هي هذه الأدوات التي قد تبدو ناجعة لوقف هذا الصراع؟ هي الأدوات، هذه الأدوات تشمل أدوات قانونية وأدوات قوى ناعمة. الطرفان المتصارعان في السودان لهما ارتباطات خارجية، وكانت بدوائر في بعض البلدان العظمى
لا أريد أن أسميها باسمها، وربما الصراع في بعض المناطق الآن في أوروبا يكون له تأثيرات في الصراع الذي يجري في السودان، نقطة أخرى من نقاط الصراع الدولي. أكثر من ذلك هنالك بعض الدول الإقليمية هي مؤثرة أكثر من الولايات المتحدة. السودان جرب الحكومة السودانية في عهد البشير في النظام السابق جربت العقوبات الأمريكية واستطاعت أن تتعايش معها، لكن أنا في اعتقادي أن بعض الدول الإقليمية والمجاورة للسودان الدول المهمة تمتلك من الأدوات الناعمة والأدوات القوية التي تستطيع أن تجبر طرفا النزاع على وقف الاقتتال ووقف إطلاق النار وجلوس المفاوضات. والآن يعني الحد الأدنى الذي يطلبه السودانيون هو وقف النار ووقف الاقتتال ووقف الموت، وقف يعني إسالة الدماء، وفي الآخر كل المقتتلون وكل الدماء التي تسيل هي دماء سودانية. نرجو أن نتمنى أن يرجع الطرفان إلى صوابهما. وكلنا اليوم يتحدث على أنه هو أعلن هدنة، هذا على الإعلام، لكن على أرض الواقع الاقتتال ما زال مستمر. بعض المعارك اليوم كانت هنالك معركة ضارية في مدينة الخرطوم بحري، اللي هي المنطقة شمال مدينة الخرطوم، كانت هنالك معركة ضارية وكان هنالك قتال في شرق النيل، وكان يعني فشل الهدنة. دكتور عبد الرحمن، فشل الهدنة ألا يؤشر أو لا يعد مؤشرا سلبيا، وقد يؤشر أيضا على صعوبة مهمة من يريد رأب الصدع بين الطرفين؟ وبالتأكيد مؤشر قوي، لكن في البال أن الطرفان قد تعبا من الاقتتال من المعارك الجارية، وأنه وصلوا إلى فهم أنه لا يستطيع طرف أن ينتصر على الآخر، فبالتالي هذا سبب ومؤثر أقوى لوقف الاقتتال والدخول في المفاوضات. وكل يحكي عن أن لديه أرضية قانونية، الدعم السريع يتحدثون عن أن هذه القوات هي فعلا جزء من القوات المسلحة وإنشأت بقانون بالبرلمان، وإذا جرى تعديل أو إلغاء لهذا القانون لازم أن يتم ضروري من خلال برلمان منتخب، وكذلك يعني القوات المسلحة هناك يعتبرون أن هذه قوة غير قانونية، مع أنهم تحدثوا سابقا عن أنها خرجت ولدت من رحم القوات المسلحة وكانوا يدافعون عنها، لكن يبدو أن إذا اختلف الإسلام ظهر المطروق، والمطروق هنا هو السلطة. تداعيات ما بعد الاتفاق الإطار الأخير والفترة الزمنية الكافية لدعم أو لدعم ودمج كل هذه القوات المسلحة كانت هي مشكلة. أكثر من ذلك الصراع على النفوذ والسلطة ومن هو القوي الذي يمثل السودان لدى المحاور ولدى. طيب دكتور عبد الرحمن، دكتور عبد الرحمن، هل تعتقد أن هناك أي جهات خارجية تؤثر لربما على مسار الحرب من أجل مصالحها الخاصة؟ والله للأسف الشديد أنه خلال السنين الأخيرة كانت السودان يعني تضحية لسبب يعني الموارد، ويعني النعمة صارت نقمة. هذه الموارد سواء كانت الذهب أو النفط أو غيرها هي تنازع، وكل يريد القسمة من هذه الكيسة، كل يريد خطيرته. للأسف هذه واحدة من أسباب الصراع الدولي على السودان ولضغط الموقع الاستراتيجي وتجاذبات ما بين الأقطاب الدولية سواء الشرق أو الغرب. تعلم أن الروس موجودون في السودان والصينيين موجودون في السودان والأوروبيون موجودون، ويمكن المؤشر الذي الآن كل الدول تتحدث عن سحب وإخلاء رعاياها هذا يعني يعطيك فكرة عن طيب. نعم. التواجد المهم في السودان. دكتور عبد الرحمن، سريعا لو سمحت لي، يعني من خلال متابعتك، ما هو سيناريو الأقرب لربما للحدوث في ظل المعطيات الراهنة، وكيف سيكون وضع القوى المدنية في السودان ما بعد الحرب؟ السيناريو الأقرب
في ظني اذا تم ان يتم التوافق على وقت طويل لاطلاق النار، وهذا سيناريو يضمن بقاء الدولة السودانية ولا ينقل الصراع إلى مناطق أخرى. لكن إذا تحدثنا عن سيناريو المنتصر، سواء كان المنتصر هو الجيش أو قوات البرهان، قوات الجيش السوداني التي يقودها البرهان، أو قوات الدعم السريع التي تعتبر فصيل من القوات المسلحة يقودها محمد حمدان دقلو، لا منتصر. المنتصر يعني إذا انتصر أحدهما يعني فك لآخر من سطور الحرب. إذا انتصرت القوات المسلحة سيناريو متوقع أن تنتقل قوات الدعم السريع للحاضنة أو المكون الأكبر في ولايات دارفور، وبما يعني هنالك أيضا أفراد في قوات الدعم السريع من مناطق أخرى في السودان، لكن الأشمل والأكثر من ولايات دارفور. هذا يقول الصراع بداية تدخل دارفور في دائرة أخرى من العنف الكبير المؤثر إقليميا ودوليا وعلى دول الجوار، مصر، ليبيا، شاد، أفريقيا الوسطى، جنوب السودان، أثيوبيا، إريتريا. لذلك لا بد أن يقف المجتمع الدولي إلى ثقة توقف الحرب وتؤدي إلى التفاهم من جديد. الحل السياسي لا بد منه يشمل جميع الفرقات السودانيين في المكون العسكري في المكون المدني. لا بد أن تخمد النيران في السودان لمصلحة المنطقة لمصلحة العالم. نعم، إذا نسأل الله أن يحفظ السودان وأهله. كنت ضيفا عبر الهاتف المحلل السياسي السوداني الدكتور عبد الرحمن الخالدي، شكرا جزيلا لك.